السلام عليكم المشاهدين. كيف ما شفنا نعيمة البدوية كيهاجموا فيها، ومنهم المعشوقة اللي حتى هي دارت طبلة وحطت فيها الفلوس وقالت حتى أنا غادي نصدق، حيت نعيمة البدوية دارت هذاك الفيديو واللي أنا هدرت عليه وقلت هذاك الشي اللي دارت ماشي مزيان، مش أنها تمشي تصور ناس في وجوههم وتقول أنا كنصدق وكتعطيهم. حتى هي دارت واحد الانتقاد، رغم ان نعيمة البدوية كانت صديقتها، كلشي ناض هاجمها في اللايف، قالوا ليها بانك كتمعني عليها، راه هذيك كيف ما كان الحال راه كانت صديقة ديالك. قالت انا نعيمة البدوية صديقتي، ولكن هذاك الفيديو ديال انها كتفرق الفلوس غادي ينتقدوا انا بطريقتي، حيت هي قالت كتمعني على نعيمة البدوية ما كتسخاش حتى بدرهم، كيفاش غادي تسخى بهذوك الربعالافات اللي حطات فوق الطبلة، وكيفاش انها كتصدق على الناس وهي اللي كانت قريبة ليها وعارفة. قالت ما كتعطيتها شي حاجة، كتمعني على نعيمة البدوية، وكيف ما شفنا بزاف ديال الناس كيهاجموا فيها في اللايف، ولكن هي كتقول هذه الطريقة الجديدة اللي بدات، وهذا هو المحتوى الجديد اللي بدات، بانها غادي تولي تنتقد اي واحد. واخا نعيمة البدوية قالت بقى زعما ما تخاصمتش معاها، رغم داكشي كامل اللي فات بيناتهم والعداوه اللي دازت، ونعيمة البدوية رافضه باش تصالح معاها. رغم ذلك قالت انا ما غاديش نضرب فيها، ولكن بلغة الانتقاد اللي دارت ليها كتبين انها غاضبه، وغاضبه بزاف من نعيمة البدوية، وما باغاش تبين لي ما باغاش تبين ليها، وكتعيب زعما البدويين وكيفاش كانوا تما فقراء ولا عندهم فلوس ولا تما كيصدقوا كاع داكشي، زعما كتستهزئ بنعيمة البدوية بواحد هي راه مباشره داكشي باين كتعنيها، وكتقول بان ماشي سوقكم، انا غير منتقده خليوني ندير اللي بغيت. كيقولوا لها الناس واش حيت مشيتي وسدت عليك الباب داكشي علاش خرجتي كتضربي فيها بهذه الطريقه؟ قالت لهم لا، ما كاين حتى علاقه بالرفض ديال الصلح معاها، واخا مشات وما بغات تصالح معاها، انايا ما كنضرب فيها ما والو، كنتاقد غير الفيديو حيت نعيمة البدوية دارت داك الفيديو. قالت كما قالت هي كل ووكل، انا كنجمع الفلوس ولكن كنصدق منهم. هي قالت لا، هذاك الفيديو دايراه غير باش تدخل المشاهده والناس زعما يشوفوا هاد الانسانه كتصدق ويدخلوا عندها. بطبيعه الحال هاد اليوتيوب كل واحد وطريقته، كل واحد واش كيدير. هي قالت انا الناس كيخرجوا كيقولوا نعيمة البدوية ما كتصدقيش، ما كتعاونش الفقراء، هاد السجلات هذاك الفيديو كتعطي للناس كلها اللي قسم الله، ولكن حنا ضد هذيك الفكره ديال تصورهم من وجوههم، وكتكون اساءة لهذاك الانسان اللي مسكين مد يدو على ديك 10 دراهم ولا ديك 20 درهم، ما كانش عليها دير معاهم داك التصرف، تعطيهم صدقه ولكن تصور فيديو غير من رجليهم وما تبينهمش، حيت غيكون احراج ليهم لهذوك الناس المساكين، منهم هذوك اللي افريقيا ومنهم هذوك الناس مساكن اللي معويزين كلهم هذوك اللي دازت عندهم. وكنقولوا الله يعطي للجميع، ومع السلامه في فيديو اخر.